اسم التجربة: ارتفاع الارتداد. الهدف من التجربة: قياس ومقارنة ارتفاعات ارتدادات لكرات مطاطية تسقط منفردة ومجتمعة. عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة: البقاء بعيدا عن مكان الارتداد. أدوات التجربة: كرتان مطاطيتان مختلفتا الحجم، مصدر مترية. خطوات إجراء التجربة: نسقط الكرة المطاطية الكبيرة عن ارتفاع 15 سنتيمترا فوق طاولة، ونسجل ارتفاع ارتداد الكرة. نعيد الخطوة الأولى باستعمال الكرة المطاطية الصغيرة، ونلاحظ أن الكرة الصغيرة ارتدت إلى ارتفاع أكبر من الكبيرة. نرفع الكرة الصغيرة ونضعها فوق الكبيرة على أن تكونا متلامستين معا. نترك الكرتين لتسقطا معا من الارتفاع نفسه. نقيس ارتفاع ارتداد كل من الكرتين. النتائج: تحول الزخم من الكرة الكبيرة إلى الكرة الصغيرة مسببا ارتداد الكرة الكبيرة إلى ارتفاع أقل، ولكن الكرة الصغيرة لها كتلة أقل لذا ارتدت إلى ارتفاع أعلى، وهكذا يكون الزخم محفوظا خلال التصادم. إن زخم أي جسم يساوي حاصل ضرب كتلته في سرعته المتجهة.